في محادثات وجها لوجه استعمل يديك أو تعابير الوجه أو اسأل مراً في طريق أن يترجم لك، ولكن ماذا تفعل على الهاتف؟ محادثات هاتفية. سيخات تليفون، سيخات تليفون. هكذا تجري المحادثة الهاتفية، يرن الهاتف ويجيب شخص. انتبه إلى كيف يقولون ألو. عندما تريد شخصاً محدداً، ألو، هل بإمكاني التحدث مع؟ هلو، افشار لدبر بفكشة إيم؟ هلو، افشار لدبر بفكشة إيم؟ ربما تريد التعريف عن نفسك أولاً. ألو، معك؟ شلوم، مدبرت؟ شلوم، مدبر؟ شلوم، مدبرت؟ شلوم، مدبر؟ الأمور لا تسير دائماً كما تريد. عفواً، ولكن... سليخة، أبل... لدي مشكلة في سماعك. لا يمكنني سماعك. أنا لا شمعت أتخ. هنا أيضاً يمكن الطلب من الشخص الآخر أن يتحدث ببطء أكثر. رجاء تحدث ببطء أكثر. بفكشة دبري يوتر لئات. أحياناً عليك أن تطلب عاملة الهاتف التي قد تسأل ما هو رمز الهاتف لي؟ ماهي كيدومت هخيوغ لي؟ ماهي كيدومت هخيوغ لي؟ أحياناً عليك ترك رسالة. هل يمكنني ترك رسالة للسيد، السيدة، الآنسة؟ افشار بفكشة لأشئير هدعة لمار، لجفرت؟ افشار بفكشة لأشئير هدعة لمار، لجفرت؟ ماذا يجب أن تقول؟ لطفاً أخبره أن السيد اتصل به. تمسور بفكشة شمار خيبس أوتو. هذا خيار آخر للنساء بيننا. لطفاً أخبرها أن السيدة الآنسة اتصلت بها. تمسري بفكشة شجفرت خيبسا أوتا. وكيف يمكن بدون الهاتف الخليوي أو الجوال؟ تليفون نياد، تليفون سيلولاري. في نهاية الاجتماع، إذا أردت أن تبقى على اتصال، ما هو رقم هاتفك الجوال؟ ما هو مصبر هاتفك النياد شلخ؟ خط جوال أو أرضي؟ أين أنت؟ من أين تتصل؟ أتصل من المطار. سأكون في المطار في ساعة. الآن أتصل من؟ أنا مدبرت كرجا مي. أتحدث من سيارتي. مهمخونيت شلي. المطار. مسده هتعوفه. ردهة الفندق. مهالوبي شل همالون. الإرسال هنا سيء، بالكاد أسمعك. أنا بكوشي شمعت أتخ.
من المهم معرفة كيفية إيجاد رقم هاتف شخص آخر وأرقام الطوارئ. ما رقم هاتف؟ ما مسبار التلفون شل؟ ما مسبار التلفون شل؟ ما رقم هاتف قسم الشرطة؟ המשטרה. המשטרה. ما رقم هاتف قسم الإطفاء؟ מכבי האש. מכבי האש. لا تقف على الجانب إذا سمعت أحداً ينادي ساعدوني. هتسيلو هتسيلو. على الرغم أننا لا نفضل ذلك، فقط في حال علينا أن نعرف سيارة الإسعاف. نيادت تيبول نمرتس. نيادت تيبول نمرتس. لا ترتعب، ولكن نحن في طوارئ، هذه حالة طارئة. زهو مكره خروم. زهو مكره خروم. الآن بعد أن أصبحت لدينا كل الكلمات لطوارئ، يمكننا الارتياح وبدء رحلتنا. ما هو البرنامج؟ طعام، سفر، تسوق؟ أين يجب أن نبدأ؟ مع الطعام طبعاً، المطاعم والطعام. مسعدات وأوخل. مسعدات وأوخل. فكرة جيدة أن نقوم بحجز، القيام بالحجز. لهزمين شولخان. لهزمين شولخان. يمكن أن يكون ذلك على الهاتف. مرحباً، هل هناك طاولة شاغرة هذا المساء؟ شلوم، יש شولخان פנוי להערב؟ شلوم، יש شولخان פנוי להערב؟ عادة سيسألونك لكم شخص؟ לכמה אנשים؟ לכמה אנשים؟ مثلا أود حجز طاولة للساعة الثامنة لأربعة أشخاص. أني مبكشت لهزمين شولخان لشعة شمونة لأربعة أنشيم. أني مبكشت لهزمين شولخان لشعة شمونة لأربعة أنشيم. آسف، عفوا، كل شيء محجوز، كل شيء مأخوذ. متستأر، هكل تفوس. متستأر، هكل تفوس. أحياناً الأمر أسهل بعد ساعة الذروة، لديهم طاولة ولكن فقط عند الساعة التاسعة. راك لشعة تشا. راك لشعة تشا. اليوم في الكثير من الدول هذا السؤال غير وارد، مع أو بدون تدخين. تدخين أو لا تدخين؟ مأشنيم أو لا مأشنيم؟ مأشنيم أو لا مأشنيم؟ حسنا، وصلنا أخيرا وحجزنا طاولة. كيف نعرف عن أنفسنا؟ لدينا حجز. יש לנו שולחן מוזמן. יש לנו שולחן מוזמן. ستقودنا المضيفة أو النادلة إلى طاولتنا. تفضلوا هنا. בבקשה, שבו כאן. בבקשה, שבו כאן. قبل الجلوس قد نسأل،
أين الحمام؟ إيفو الشيروتيم؟ إيفو الشيروتيم؟ نجلس هنا منذ 20 دقيقة. أين اختفى نادل؟ نادل؟ ملتسار؟ ملتسريت؟ ملتسار؟ ملتسريت؟ إذا ممكن المنيو، قائمة الطعام لطفاً. هتفريت بفكشة. هتفريت بفكشة. لسبب ما نثق بالنادل ونسأل بما ينصح. بماذا تنصح؟ الما أتا ممليت؟ الما أت ممليتا؟ الما أتا ممليت؟ الما أت ممليتا؟ من جهة أخرى قد يسأل ماذا تود أن تطلب؟ ما ترצו להזמין؟ ما ترצו להזמין؟ على الرغم من أن كل شخص لديه تفضيلات مختلفة، يقول النادل عادة هذا مرغوب به جدا. זה מאוד מומלץ. זה מאוד מומלץ. سأتناول الحساء. قبل الدخول في التفاصيل نقول عادة سأتناول. אני אקח. أني إكاخ. ماذا طلبت؟ هذا ما أريده أيضاً. سأتناول الأمر نفسه. أني إكاخ أوتو دفار. أني إكاخ أوتو دفار. هذا كل شيء الآن. إذا أردنا المزيد سنطلبه لاحقاً. هذا كل شيء الآن. زي هكول بينتايم. זה הכל בינתיים. هذا المطعم لديه أكثر من الطعام. ماذا تود أن تشرب؟ ما ترצו לשתות؟ ما ترצו לשתות؟ سأتناول. بشويلي مياه معدنية. مايم مينراليم. مايم مينراليم. ماء شفة باردة. مايم كريم. مهبرز. مايم كريم. مهبرز. عصير برتقال. عصير تفاح. ميتس تبوزيم. ميتس تبوخيم. ميتس تبوزيم. ميتس تبوخيم. هذه المشروبات هي نفسها في كافة أنحاء العالم. كولا، صودا، ليمونادا. كولا، صودا، ليمونادا. كولا، صودا، ليمونادا. آه، كان ذلك جيداً. لطفاً، كوب آخر. أود كوس بفكشا. עוד כוס בבקשה. إذا أردت المزيد أود المزيد. אני רוצה עוד. אני רוצה עוד. هل اكتفيت؟ نعم، هذا كل شيء. شكرا. זה הכל. תודה. זה הכל. תודה. هنالك عبارتان تشجعان الشهية للأكل، إحداهما بصحتك. لخايم. لخايم. والأخرى هي صحتين. بتيافون. بتيافون. أكلنا حتى شبعنا والطاهي يريد أن يعرف كيف كان الطعام. كيف كان كل شيء؟ خيا
إيه يا؟ ماذا علينا أن نقول؟ ممتاز. متسويان. متسويان. لا يضر أن تجامله. الوجبة كانت لذيذة. هأروخا هيتا تئيما مئود. هأروخا هيتا تئيما مئود. حركة اليد لطلب الحساب عالمية، ولكن من الأكثر لياقة طلبها. الحساب لطفاً. إت هخشبون بفكشا. إت هخشبون بفكشا. كم الحساب؟ كما يتسى هخشبون. كما يتسى هخشبون. إذا كان هذا مكتوباً على الحساب ستفهم التلميح. الخدمة غير مضمنة. لو كولل شروت. لو كولل شروت. بإمكانك إعطاء البقشيش أو التب شخصياً إلى النادل. هذا لك، شكراً. زي بشبيلخا. تودا. زي بشبيلخ. تودا. استمتعنا بوجبتنا، ولكنها تمطر الآن في الخارج، ونود العودة إلى الفندق. عما نبحث؟ طبعاً تاكسي. مونيت. مونيت. قبل مغادرة المطعم يمكننا الطلب من المكتب. لطفاً اطلب لي تاكسي. بفكشا تزمين. تزميني لي مونيت. بفكشا تزمين. تزميني لي مونيت. عند طلب تاكسي عادة عليك أن تقول أين تريد الذهاب. أين تريد أن تذهب؟ لأن أنت רוצה להגיע. لأن أنت רוצה להגיע. لأن أنت רוצה להגיע. لأن أنت רוצה להגיע. الإجابة سأذهب إلى. أني צריך. צריכה להגיע ל. أني צריך. צריכה להגיע ل. كم يبعد؟ كم يبعد عن؟ ما المرחק ل. ما المرחק ل. كم من الوقت يلزمنا للوصول إلى؟ كم زمان ייקח להגיע ل. كم زمان ייקח להגיע ل. فكرة جيدة أن تعرف تعرفة التاكسي مسبقاً. كم السفرة إلى؟ أو كم التعرفة للوصول إلى؟ كم يعلي להגיע ل. كم يعلي להגיע ل. ما هي التعرفة؟ ما التعريف؟ ما التعريف؟ لا تدع أحد يخدعك. يرجى تشغيل العداد. بفكشا تفعيل موني. بفكشا تفعيل موني. لطفاً خذني إلى المتحف الوطني. لطفاً خذني. קח אותי בבקשה ל. קח אותי בבקשה ל. לוטפן, חודני אל הזה العنوان. אל הזה العنوان. לכתובת הזאת. לכתובת הזאת. וסט المدينة. למרכז העיר. למרכז העיר. إلى المطار. לשדה התעופה. לשדה התעופה. إلى الفندق. למלון. למלון.
أحياناً عليك أن تعطي إرشادات إلى السائق. اذهب دغري. سا يشار. سا يشار. دور يمين. بني يمينة. بني يمينة. لا لا عفواً، دور يسار. بني سمولا. بني سمولا. أكمل طريقك حتى المنعطف التالي. أد لبنية هبأ. أد لبنية هبأ. أنا مستعجل كثيراً، اذهب مباشرة إلى الفندق. أنا مستعجل. أني ممهرت. أني ممهر. أني ممهرت. أني ممهر. ولكن بيني وبينك، على الأرجح أنك ستقول رجاء أن تقود على مهل. سا بفكشا يوتر لآت. سا بفكشا يوتر لآت. شكراً، نحن هنا. لطفاً توقف. أتصور بفكشا. أتصور بفكشا. أين تحديداً؟ هنا. كان. كان. بعد إشارة السير. أخري هرمزور. أخري هرمزور. عند الزاوية. أخري هبينا. أخري هبينا. قرب ذلك البيت. لياد هبايت هزي. لياد بايت هزي. قبل الخروج من التاكسي، كم تريد مني؟ كما أني صريخة لشلم. كما أني صريخة لشلم. إذا أردت أن تترك تيب أو بقشيش للسائق، شكراً، احتفظ بالفكة. تودا. شمور لخا إتا أودف. تودا. שמור לך את העודף. عندما لا يكون لديك سيارة، وحتى لو لديك، لا شيء يشبه المواصلات العامة. للتعرف على المدينة مثلاً، خذ الباص أو القطار. قطار، باص. ركبة، أوتوبوس. ركبة، أوتوبوس. إذا لم تجد شيئاً، أبسط أمر هو السؤال. لطفاً، أين محطة القطار؟ الباص. أيفو تخنات هركبة بفكشة؟ أيفو تخنات هأوتوبوس بفكشة؟ أيفو تخنات هركبة؟ أيفو تخنات هأوتوبوس بفكشة؟ كيف أصل إلى سوق البلد؟ كيف أصل إلى دار الأوبرا؟ كيف أصل إلى؟ إخ أني مجيء ل... إخ أني مجيء ل... איך אני מגיעה ל? איך אני מגיע ל? عادة تحصل على إجابة مباشرة. خذ القطار، باص، رقم. קח את רכבת מספר. קחי את אוטובוס מספר. קח את רכבת מספר. קחי את אוטובוס מספר. متى يغادر آخر باص؟ متى يغادر الباص التالي؟ متى يغادر الباص. متى يوتسى الاوتوبوس؟ متى يوتسى الاوتوبوس؟ اليكم بعض الكلمات المفيده وقد تعلمنا بعضها كارقام تراتبيه. تالي، اول، اخر. هبا، هريشون، هاخرون. هبا، هريشون، هاخرون. أحياناً خرائط النقل معقدة جداً، وكل ما أود معرفته هو أين يجب أن أنزل. أيفو علي لردت؟ أيفو علي لردت؟
إذا فوت محطة الباص، ما هي المحطة التالية؟ ماي هتخنا هبقى؟ ماي هتخنا هبقى؟ هذا سؤال يطرح عادة الأطفال في أي رحلة تستغرق أكثر من 10 دقائق، وعندما تكون مسافراً يمكن السؤال أيضاً، متى نصل إلى؟ متاي نجيا ل؟ متاي نجيا ل؟ الرحلة في الخارج من دون تسوق؟ أبداً، تسوق. كنيوت، كنيوت. بإمكانك التسوق في متجر أو في كشك في السوق أو في مركز تسوق، متجر أو محل. خنوت، خنوت. مركز تسوق أو مجمع، مركز كنيوت، كانيون. مركز كنيوت، كانيون. سوق، شوك، شوك. إذا كان هناك سوق البلد فإنه يمنحك أروع تجربة تسوق، سوق البلد. شوك بيشبشيم، شوك بيشبشيم. من يمكن أن يساعدنا؟ البائع، مخير، مخيرت. مخير، مخيرت. من يمكن أن يساعدنا إذا كان لدينا شكاوي؟ صاحب المحل أو المدير. منهل، منهلت. منهل، منهلت. معظم اللافتات لديها رموز دولية واضحة، ولكن من المفيد معرفة قول مدخل. كنيسة، كنيسة. مخرج، يتيئة، يتيئة. والمهم جداً مخرج الطوارئ، يتيئات خيروم، يتيئات خيروم. هنا المزيد من المصطلحات المفيدة أثناء التسوق. واجهة العرض، خلون رأفة، خلون رأفة. الدفع، كوبا، كوبا. نحتاج للمساعدة، هنا شخص لا يبدو كسائح، يمكنكم السؤال بتهذيب، عفواً هل تعمل هنا؟ سليخة، أت أوفيدت كان؟ سليخة، أتا أوفيد كان؟ سليخة، أت أوفيدت كان؟ سليخة، أتا أوفيد كان؟ أحياناً تحتاج لنصيحة من البائع، هل يمكن أن تساعدني للحظة؟ هل تساعدني؟ تخال أزور لي لرجع؟ تخال أزور لي لرجع؟ عادة يسألك البائعون المحترفون أولاً، كيف يمكنني مساعدتك سيدي؟ كيف يمكنني مساعدتك سيدتي؟ بمي أفشار لأزور لخا أدوني؟ במה אפשר לעזור לך, גבירתי? במה אפשר לעזור לך, אדוני? במה אפשר לעזור לך, גבירתי? וقد يكون البائع أكثر وضوحاً. عما تبحث؟ מה אתה מחפש? מה את מחפשת? מה אתה מחפש? מה את מחפשת? حان الوقت لنصف بالضبط ماذا نريد وما الذي نفكر به بالضبط. أبحث عن شيء أصغر. أني مخبس ماشو كتان يوتر. أني مخبس ماشو كتان يوتر. أو ربما شيء أكبر. جدول يوتر. جدول يوتر. هذا احتمال آخر. شيء أقل كلفة. أرخص. זול יותר. זול יותר. أو أشياء ذات جودة أفضل. באיכות טובה יותר.
באיכות טובה יותר. או ببساطه مثل الذي رايته في الواجهه. כמו שראיתי בחלון הראווה. כמו שראיתי בחלון הראווה. وهناك ايضا اجابه اكيد تستخدمونها غالبا. فقط القي نظره. אני רק מסתכלת. אני רק מסתכל. אני רק מסתכלת. אני רק מסתכל. اذا كنت محظوظا هذا تماما ما ابحث عنه. זה בדיוק מה שחיפשתי. זה בדיוק מה שחיפשתי. يمكن الاعتراف ببساطه احب هذا. זה מוצא חן בעיניי. זה מוצא חן בעיניי. ما من عيب في القول بلطافه لا احب هذا. זה לא מוצא חן בעיניי. זה לא מוצא חן בעיניי. او يمكن المغادره بتهذيب شكرا ولكن ليس هذا ما ابحث عنه. תודה, אבל זה לא מה שאני מחפשת. תודה, אבל זה לא מה שאני מחפש. بمرحلة ما عليك أن تدفع. ويا لهذا السعر. كم ثمنه؟ كم זה עולה? كم זה עולה? تتأمل أنهم سيفهمون التلميح المبطن. هل هناك خصم؟ יש הנחה. יש הנחה. ما الفرق الذي يشكله السعر طالما أن هناك خصم؟ هل خاضع للبيع؟ خاضع للحسم؟ زي بمخيرة. زي بمخيرة. للأسف غال كثيرة بالنسبة لي. زي يكار مداي بشويلي. زي يكار مداي بشويلي. بعد إعادة النظر، لما لا؟ لسنا هنا كل يوم لنشتري، لا سيما بعد أن تكبد البائع عن إنزاله وإرجاعه وإنزاله مرة أخرى. سآخذه، سأشتريه. أني أكنيت زي. أني أكاخت زي. أني أكنيت زي. أني أكاخت زي. أين يمكن أن أدفع؟ أيفو أفشار لشلم؟ איפה אפשר לשלם? הדבח הונק. הקופה נמצאת שם. הקופה נמצאת שם. فأدفع ببطاقة ائتمان. אני אשלם בכרטיס אשראי. אני אשלם בכרטיס אשראי. אליך الفكة. בבקשה. הנה העודף שלך. בבקשה, הנה העודף שלך. هذا الإيصال. בבקשה, הנה הקבלה החשבונית שלך. בבקשה, הנה הקבלה החשבונית שלך.